الجو حر جدا، انا هقلع التوب. وبس، انا اتزنقت، شعري تاني. مش معقول، اعمل ايه دلوقتي؟ يلا يا شعري، فاضل حاجة بسيطة. اوه لا، الفرشة اتكسرت تاني. اوه قطة. هاي كيتي كيتي كيتي، يلا يا حبيبتي، انتي شاطرة قوي، اكيد كنتي مصففة شعر قبل كده. انتي هدية من السماء. امسكوا باب الاسانسير. شكرا. الجو حر هنا. اوه هاي، في ناس واقفين هنا. الاسانسير بقى مليان شعر. وبس، احراج. طيب شعري بقى نضيف ومبلول على الاخر، هنشفه بالفوطه. تمام، دلوقتي ما بقتش محتاجه استشوار. واو بولي، هاي جانا، انتي لطيفه قوي. دلوقتي تقدري تطلعي. شكرا انك مليتيلي البانيو. البانيو؟ تقصدي ايه؟ هضيف الفوم. اوه انا هطلع. جانا اتاخرت تاني. الورد، كنت هنسى ده، ممكن ينفع. هاي، ده علشاني؟ شكرا. وادي الزهرية، كده تمام. شعرك جميل جدا، بلاش تلمسه، ده حلو قوي، مش قادرة امنع نفسي. اوه ده لطيف جدا. هو في ايه؟ ايه ده؟ وبس، جانا قعدت تسرح شعرها طول اليوم. لو كان خطيبها عارف شعرها فيه كريمات قد ايه، ما كانش لمسه. انا بحب الاغنية دي قوي، هعليها. هاي هاي هاي، المكنسة الروبوت قربت مني. شعري، الحقوني. حاجة حلوة، طريقة مبتكرة للشعر الكيرلي. طب انا محتاجة ايه؟ كان في مناديل هنا، هجربها. طيب يا ترى شكلها ايه؟ دي فشلت، على الاقل ممكن امسح الشاشه بتاعتي بيها. النهارده الساعه 5. تمام، مع السلامه. ده عايز يشوفني. هي لازم يكون شكلي حلو زي نيكي ميناش بالظبط. انا عندي باروكه حلوه بس لبسها صعب شويه. الشعر ده ناعم قوي بس انا مش هيأس. تمام حبيبتي، انتي شكلك هاي. هاي حبيبتي، عجبتك تسريحتي الجديده؟ يعني شويه بس انا اتعودت عليه. واو دي سهله قوي، هو ده اللي انا محتاجاه. هعمل شعري كيرلي بالشراب. اهلا يا كيرلز. لا كلهم كدابين. شعري بقى نضيف، انا ممكن اعمله دلوقتي. هبتدي بالسشوار، ودلوقتي باقي الشعر. انا لازم اسرحه، وطبعا اعمل القصه. دلوقتي بقت جاهزة وممكن أنام. لما أصحى هيكون جميل. هو إحنا بقينا الصبح؟ إيه؟ القصة شكلها فظيع. ليه؟ يا شباب حط الصناديق هنا، شيل معايا، في واحد وقع.
هيا صاحبي، إيدك معانا. إيه؟ فاكرني راجل تاني؟ كل ده بسبب شعري القصير. أيوة عندك حق، بس لسه دم. النجدة، تعالوا حالا يا بنات. إيه الدوشة دي كلها؟ عجبكم لون شعري الجديد؟ جميل مش كده؟ بني، بتكلمي جد؟ هو غريب شوية. بطاقتك كده أحسن؟ أوه أيوة شكرا، اتفضلي. أهلا، أنا عايزة أطلع الطيارة. النضارة. طيب؟ لا، أنتي مش شبه الصورة. طب وكده؟ أوه ده أنتي، تقدري تتفضلي. بالمناسبة أنا كمان محدش بيعرفني في الصورة دي. أنا هتأخر. هاي هو ده. ألو نخرج؟ طبعا ممكن. باي باي. أنا لازم أراجع جدول غسيل شعري. أوه لا، ده أنا هغسل شعري بكرة. أسفة مش هقدر أجي. حظ سيء. بني شايفة شعري؟ ده شبه أريانا جرانديز. واو ده مدهش. أنا كمان عايزة التسريحة دي. إيه رأيك؟ بقت شبهها؟ أيوة مش شبهها قوي. بتتفرجي على إيه؟ أوتش شعري. أوتش شعري. وبس آسف. أنا جعان. أوه لا شعرها شبك فيا. أعمل إيه؟ دي صحيت. أوه شعري تاني؟ مش قصدي. خلاص كده أنا زهقت. حبيبي حلو البني بتاعي؟ واو شكلها هايل. وشعرك مش هيدينا خلاص. بولي ده كان أجمل يوم في حياتي، هحكي لك عن كل حاجة. طيب ماشي، ممكن ناكل الأول؟ في شعر في البرجر. ايه ده؟ مش مشكلة، ده شعري، أنا متعودة عليه كده. تجاهليه. ايو في حاجة مقرفة. فين الشاي بتاعي؟ ايو شعرك وصل لي هنا كمان. ازاي نشف شعري؟ ممكن انشفه بالفوطة دي. الشعر المبلول تقيل قوي، يا ريت الفوطة الكبيرة دي ما تقعش. خلاص كده. انا متوترة جدا، يا ترى بيحبني بجد؟ بولي ايوه شعرك. اوه لا الاكستنشن الغبية دي بوظت كل حاجة. عجبكم الفيديو بتاعنا؟ يبقى قولولنا في التعليقات عن مواقف الشعر المضحكة اللي حصلت لكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش الفيديوهات المضحكة الجديدة من تروم تروم.